مالك اخويا ايمن، شك من تيا كتخمم ومهموم. مالك اخويا واقف هنايا بوحدك؟ مالك اش عندك؟ والو اخويا، كنتسنى في واحد الميريكاني ساكنه في واحد الفيلا هنايا، كنتسنى فيها اخويا تخرج. ياك اخويا يا ناوي تناول معقول اخويا، وناوي تزوج بشي وحده امريكانيه؟ اش نقول لك اخويا، سعادتك الله يسهل لك يا ربي، والله يعاونك شي حاجه ما احسن ان شاء الله، ويجيب لك شي بنت الناس اللي تكون معقول وتدبر على راسك وتمشي لبرا اخويا. وعندك تنسى اخوك اخويا، صوفيني في شي حاجه تكون زوينه ان شاء الله. صافي ويلي اخويا، عارفني انا ننساك، واش نصوفي راسي وما نصوفيش اخويا؟ راك ودحوم شي نتاي كابر معايا من الصغر، كنتسنى هادشي تقدا اخويا ونتزوج بهاد الميريكانيه هادي، والعرس غنبلبلوها ان شاء الله يكون تكون شي حاجه بزاف. يعني فوا نمشي اخويا تما نتصل بك وريقاتك والكونطرا على حسابي. عندك غا تنساني اخويا. انت ما ننساكش اصاح. صافا يا هي جايه، صافا خليك كدا. السلام عليكم. هاي. كان يو سبيك ارابيك؟ يس اوف كورس، ماما مغربيه، ولكن بغيت نعرف زعما علاش هاد الوقفه، ما كيفاش وقفتيني هكا؟ سلام، انا ما كنعرفكش. والحمد لله، ملي كتهضري بالعربيه وبنت بلادي والله الا سخفشينا والله. No, I am sorry. I am not Moroccan girl. I am American. My mom, she was Moroccan. I am not Muslim. أنا ماشي مسلمة. هي انت كاع ما مسلمة دابا. كاين ماشي مشكل، شي عايشة في الميريكان. ما نكذبش عليك، أنا كنشوفك ديما كدوزي منا وكتعجبيني. إلا كنتي كتهضري بالعربية راه غنتفاهمو مزيان. Yes, I speak Arabic, but just a little. Not very good. ممكن نمشي معاك؟ شوية؟ Yes, yeah. Okay, can we go? Okay. يقول لي صافي عاد دخلي للدار. يس اي هاف تو جو. يلا تهلاي ليا في راسك. باي. دوز معاك هاد النهار تمشي غدا ان شاء الله ونتلاقاو صافي. يس اوكي. كملوا في واتساب. يس. مرحبا. يلا امسيه سعيده. باي. فين ايمن؟ فين صافا؟ ماشي مزيان. ويلا بخير، رايحي رايحي. ما بقيتي لا تجاوبنا في لي زابيل لا والو. انت رايحي راه قساهي رايح. اشنو كاين؟ ما كاين والو. المهم سمعينا الى بغيت نقول لك واحد جوج كلمات. غنجيك من الاخر، ما بقيتش باغي نتفلى عليك. سيمانه دابا تعرفش على واحد الدريه كتسكن في امريكان، بغي نصوفي راسي. بغيت نحيد من هاد البلاد، لا خدمه لا والو. انت انا بغيت نمشي ندبر على راسي، شوف يا بنت الناس. داكشي اللي دوزنا غتنساه كامل. سري قلبي على راسك، الله يجيب لك شي ولد الناس حسن مني. جاتك ساهلة هاد الكلمة مني قلتيها؟ ما حسيتي بوالو، ما فكرتي في داكشي اللي دوزنا، دغيا قلتي إلهام صافي نسيني. بانت لك وحدة اللي ديك الغربة صافي، أنا كاع فريتي فيا، مبقيتيش تعرفني. كاع داكشي اللي كنا كنحلمو بيه صافي ضربتيه في الزيرو، علاش؟ حيت باغي تمشي للغربة، باغي تصوفي راسك. واش شي ما كتفهميش؟ واش نقول لك يا بنت الناس، أنا حياتي معاك هنا كحلة. مع ديما نبقى ندير معاك هنايا، انا ما غنتزوجش بك. واش نتزوج بوحده معده باش غتفيدني؟ هذيك السيده غدير لي الوريقات وغنمشي انا وياها تما، غنبني مستقبلي. ماشي غنبني معاك والو، غنقاضي معاك في هاد البلاصة، غادي للحبس ولا نولي بزناز؟ لا، ماشي ديال التبزنيز، انا غنمشي لميريكان صوفي راسي. سير الله يسهل عليك، والنمره ديالي مسحيها. سمعتي؟ سدينا يلا، بقيتش تعيطي ليا وابكي. ثمانين ريال جلبانة وجلبانة حلوة 80، جلبانة حلوة 80.
وتامرة وعامرة 80 ريال 80 ريال جلبانة 80 ريال سرباتشا جلبانة برنيج كيلو مرحبا هو وافي قولي لي بغيت نسول اه مرحبا المهم نجيك من الاخر ما نكذب عليك ما والو كتبان لي دي زمن هنا وكتبان لي دريه بنت داركم او عجبتيني ونوي معاك المعقول وانت لا بعشا طريب بارطاج ديال الجلبانه شحال تدخل كاع ديال الفلوس اش غنقول لك كل نهار ورزقه مره 100 درهم مره 50 درهم مره ما تدخل والو راس المال ديالك يمشي كل نهار ورزقه دابا انا نتزوج بك انت كتدخل 100 درهم في النهار اش غدير لي باقي عاد 100 درهم 100 درهم اعطى الله 100 درهم تقديت خدمتي ونخدم انا ونتعاونوا على الزمان ماك دابا حيت احتقرتيني حيت عندي جلبانه ما تنسيش انا راه راجل وما ندوزكش والله ما ندوزك غتمشي عند شي مول الطوموبيل غادي يضحك عليك والله ما نكذب عليك هاد الهضره هادي سير ولا شي وحده اخرى وهاد الجلبانه اللي غناخدها من عندك غنضرب عليك على وجهك مولا تعطلات مشكلة وواقفين هنا احنا شو تعطينا هادي تعطلتي انت يا بزاف فين هانية مزيان بخير لاباس عليك لاباس اش كتعاودي الحمد لله كلشي بخير واش تعطيها لها ديما بقاو نتسناو وا صاحب راه جايه على رجلي انايا جايه على رجليك ماشي مشكل راه رايحوا شويه لدارهم علاش غنريحوا في الدار رايحوا شويه كاينه الوالده غتشوفك وتهضري معاها كاين والو ايوا صافي من الوالده يلا مرحبا ان شاء الله هادشي اللي بغيتي علاش درتي لنا دابا مشكله تاقت فيك غنديك تشوفي امي غنديك تشوفي امي هادي امك صافي علاش حيتي دابا شنو قلتي نودي سير تي من ديك النوع اللي كيبغي الفلوس والحديد وداكشي نودي سير نودي سير فين غنمشي قبل ما تجي الوالده درتي نودي سير فين غنمشي دابا الدنيا دارت بيا حتى من دارنا ما مشيتش ليها هاد الحرام الدنيا شرافه وضحك عليا ما عندي فين غنمشي اللهم نطلب نقلب على راسي تعاونوا معايا الله يرحم الوالدين عقلتي عليا شكون انا هو داك الدري اللي كنت كنبيع الجلبانه عقلت عليك مزيان مني عقلتي عليا انا هو داك الدري اللي كنت كنبغيك وكنتي كتعجبيني الصراحه وكنت ناوي معاك المعقول ولكن مني قلتها لك احتقرتيني وعيرتيني وسبيتيني وانا دابا من نشك في هذه الحاله بقيتي فيا بزاف انا بني ضميري نشوفك في هذه الحاله كطلبي حدا قدام الجامع ما بغيتش لك هذه الحاله ولكن انت تبعتي الطمع وتبعتي الفلوس علاش انت خليتيني انا كنت كنبغيك وتبعتي داك مول الطوموبيل كان كيضحك عليك وكان كيستغلك انا كنت كنشوفك ولكن ملي صالحتك بالحب ديالي ضربتي عليا جلبانه على وجهي عقلت ولكن دابا غتسمح لي اخويا حيت احتقرتك انا شبعت هذاك ود الحرام انت كتشوفها وخرج عليا شوف حالك كيفاش وليت سمح لي عافاك ماشي مشكل دابا بغيت نعرف انا حاجه وحده تقبلي تزوجي بيا واخا كنبيع جلبانه تزوجي بيا دابا
اه قابل. سمع سمع اش نقول لك، من انت قابله سمع اش نقول لك، انا مابقيتش قابل عليك، حيت انا ملي كنت نبلولا كنبغيك كاع ما كنتي كتبغيني، حتى الاخر حتى حملتي ودرتي كرش غادي وليتي كتبغيني. شتي الدنيا شحال صغيره، عقلتي نهار ضربتيني بالميكه ديال الجلبانه عمرت نسات ليا. ونقول لك انا واحد الكلمات، سير عاد با الدري يسترك. السلام عليكم الخوت، كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. المهم الخوت، الميساج ديالي راه مفهوم بزاف. كنتمنى اللي شافت الميساج هذا ما تنساش تعاون معايا بواحد لايك وبارطاجي الفيديو، وتابونا في القناة الميديتابيت. والناس اللي تقولوا لي ما كيوصلناش الجديد، نقول لك اخويا انت ما مركش على الجرس، ضروري تورك على الجرس باش يوصلك اي حاجة. لحنا تبارك الله عليكم الخوت كاملين، بلا بيكم راه ما كاين والو.